هدية جميلة قوي، مالتي افكتس على الكمبيوتر لكل انواع الجيتارات. انت عزفت يا بتاع البيانون، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة ممكن تكون ثورة في عالم الجيتار، وممكن نكون شايفين المستقبل هيبدأ من دلوقتي يتغير في الصورة التقليدية للناس اللي بتعزف جيتار، وبالذات الناس اللي بتعزف في حفلات عامة، أو الناس اللي بتعزف في فرق، أو الناس اللي حتى بتستعمل الجيتار في بيوتها وعندها آلات وأجهزة بتستعملها عشان عرض صوت الجيتار. الصورة التقليدية الراجل عنده جيتار إلكتريك وبيعزفه، بيبقى عنده الجيتار نفسه، بيبقى عنده الأمبليفاير بتاعه أو مكبر الصوت اللي هو بيسمع عليه، وعنده الكابل طبعا واصل ما بين الجيتار بتاعه للأمبليفاير، وساعات كمان الجيتارست اللي بيبقى محترف شوية بيبقى عنده بدال أو بدلات أو مالتي إفكتس، يعني وحدة فيها عدد من البدلات موجودة جواها أساسا ككمبيوتر يعني، وبيستعمل الوحدة الأرضية ديت إن هو بيغير النقلات ديت برجله وهو بيعزف الجيتار بإيده، والصوت بيطلع من الأمبليفاير. سواء الراجل دوت كان بيعزف مع نفسه في البيت فبيشغل الأمبليفاير وبيسمع نفسه، سواء بيحط الهيدفون كمان عليه ممكن يسمع ويطفي السماعة الخارجية، ممكن لو الراجل ده عامل حفلة بياخد الأمبليفاير ده معاه في الحفلة وبيعرض الصوت خلاله يبقى مونيتور ليه، وفي نفس الوقت بياخد لاين أوت من المونيتور دوت أو بيحط مايكات قدامه عشان يدخله على الميكسر اللي بيطلع الساوند الكامل للفرقة. فدي الصورة التقليدية اللي كانت مع الناس قبل كده عن الراجل اللي بيعزف جيتار إلكتريك. الجيتار الراجل مثلا اللي معاه جيتار كلاسيك، الراجل اللي معاه الجيتار كلاسيك دوت أو الجيتار الأكوستيك، أي جيتار ليه بيستعمل موضوع العلبة الصوتية، لو هو بيعزف مع نفسه طبعا أو في أوضة صغيرة والناس هتقدر تسمعه طبعا هيسمعوه كلهم، لو ممكن يشوف كونسرت كمان في أوضة صغيرة أو قاعة صغيرة. وأنا حضرت قبل كده يعني حفلات جيتار من عازفين محترفين جدا محترمين في العالم، طالما القاعة صغيرة جدا في حجم أوضة مثلا الصوت بينعكس من خلال العلبة الصوتية بتاعت الجيتار وبيبقى كفاية جدا. لو الموضوع بقى دخل في انك انت بتعمل حفلة كبيرة او انت عايز تسجل صوت الجيتار بتاعك على الكمبيوتر، من الاوبشنز الموجودة انك انت مش تحط مايكروفون قدام الجيتار، ده اوبشن ممكن من الاوبشنز الموجودة انك انت تحط مايكروفون قدام الجيتار. المايكروفون ده بيعدي على وحدات مثلا لتحسين الصوت وإضافة مثلا أنواع من التأثيرات أو الفلاتر زي ما أنتوا بتسموها، بيدخلوا بعد كده على الصوت العام اللي هو بيسمعوه الناس، أو بيتسجل على الكمبيوتر أو بيتسجل على مثلا في استوديو على شرايط وكده. ده أول أسلوب. لا، تاني أسلوب إن الناس بيبقى استسهل شوية إن يبقى المايك جوه الجيتار، ده أقل جودة شوية من إنك تحط مايك قدام الجيتار. على فكرة المايك بيبقى جوه الجيتار نفسه، وانت على طول بتاخد الجاك بتاع الكابل نفسه تدخله في الفتحة بتاعته خلاص وبتعزف على طول. فايه عندك التحكمات في الجيتار انك انت تتحكم في العلو بتاع الصوت والتون بتاع الميكروفون اللي جوه الجيتار دوت، زي اغلب الجيتارات الالكترو اكوستيك والالكترو كلاسيك اللي احنا بنشوفهم اليومين دول. وبعدين بتدخل بقى الصوت تعمل بيه اللي انت عاوزه، سواء عايز تعزفه على امبليفاير، سواء عايز تعزفه في حفله على الميكسر بتاع المجموعه كلها، او عاوز تسجل الصوت عندك في البيت وتقدر تدخل بقى الصوت بعد كده ديجيتال على الكمبيوتر وتعمل فيه اللي انت عاوزه بعد كده. احنا خدنا كده الصور التقليديه بتاعه الناس اللي بتعزف جيتارات وعاوزه تدخل الجيتارات دي على الكمبيوتر او بتعزفها في امبليفايرات او في ميكسر للعامه. شركة بوزيتيف جريد، شركة ديت مجموعة من المطورين بتوع الكمبيوتر، اخدوا الموضوع ده نقلة تانية خالص دلوقتي، وابتدى الموضوع اتجاه تاني انا رصدته، واعتقد ان في اتجاه كتير في المستقبل هيبقى الموضوع ده ماشي فيه بقوة. يعني كل اللي انت محتاجه تليفون، ومحتاج جهاز صغير بينقل الإشارة بتاعت الجيتار بتاعك تدخله تبقى ديجيتال، يعني بيسموه كده اوديو انترفيس صغير للجيتار، ده يعني حاجة أرخص بكتير جدا من الانترفيس بتاع الكمبيوتر اللي انت بتحطه جنب الكمبيوتر، بس انت محتاج دوت للجيتار. والانترفيس دوت بيدخل على الموبايل، يعني الشرط بتاع الانترفيس دوت انه يدخل على الموبايل، في كابل بيتوصل من الاوديو انترفيس على الموبايل وانت بتوصل الجيتار بتاعك على الاوديو انترفيس دوت
دوت فبيدخل على الموبايل البروسيسور بتاع الموبايل. صدقني دلوقتي المعالج بتاع الكمبيوتر اللي جوه الموبايل اقوى من اجهزه كمبيوتر استعملناها من 5 و6 سنين و10 سنين. فان كنا بنسجل موسيقى من 5 و10 سنين على ديجيتال على كمبيوتر، الموبايل اللي معاك ده دلوقتي اقوى منهم مليون مره. فانت تقدر تطلع الصوت زي ما انت عايز على الموبايل بتاعك دوت. فانت محتاج الاوديو انترفيس دوت ومحتاج الموبايل بتاعك. السوفت وير بقى اللي عملته شركه بوزيتيف جريد بينزل على الموبايل وبينزل على الكمبيوتر برضو. الناس اللي عاوزه تشتغل في استوديوهات او عندها كمبيوتر في البيت وعايزه تشتغل على الكمبيوتر موجود، والناس اللي عاوزه تشتغل على الموبايلات والتابلت موجود السوفت وير ده برضو وبنفس الجوده. القصه بقى ايه؟ نسمع مع بعض ونشوف شركه بوزيتيف جريد عملت ايه. انا معايا الجيتار بتاعي اهوت، وهنبدا نشوف ايه حكايه الافكتات ديت اللي موجوده معايا على الكمبيوتر. ده الموقع بتاع شركه بوزيتيف جريد. شركه بوزيتيف جريد دي مجموعه من المطورين بيطوروا منتجات خاصه بالجيتار عشان تخلي حياه الجيتاريستات اسعد بصراحه يعني. فهم طوروا مثلا حاجتين مهمين جدا اللي هي البايس افكتس ديت عباره عن التاثيرات بتاعه الجيتارات، وعملوا حاجه تانية خاصه بالامبات اللي هو لو عندك امبليفايرز فممكن تقلد اصوات امبات مشهوره جدا ثمنها الاف الجنيهات وبيقلدوها فعلا بتصميم ودقه عاليه جدا لدرجه ان الصوت فعلا اعتقد ان هو افضل من الصوت الاصلي يعني اللي هو طالع يعني. فالشركه دي اتطورت حتى حاجات خاصه بالتابلت وحاجه خاصه بالتليفون، فانت ممكن تستعمل التطبيقات دي في اي مكان، سواء في الاستوديو سواء في البيت سواء في المكان بتاع عزفك في الحفلة. فأعتقد أن المستقبل هيكون لهذه النوعية من التطبيقات اللي من الممكن يكون فيها عرض لايف فعلا، والتطبيقات دي بتستعمل بدل ما أنت بتشيل معاك بدلات وأنبات كبيرة وبتاع الكلام ده كله. الموضوع ده ممكن يبقى تحول إلى أن التليفون بتاعك يبقى الآلة بتاعتك اللي بتاخدها مع الجيتار وبقية الأصوات هتلاقيها كلها جواها. فاللي انا عايز اتكلم عليه هنا هو ان في السوفت وير بتاعهم انا هخش على الحته بتاعه التاثيرات او الافكتس. فالافكتس ديت هم عاملين اللي هي الباكج اللي اسمها بايس افكتس ديت اللي احنا هنسمع صوتها دلوقتي. دي صوره هي حتى الناس بتشتغل بيها في الاستوديو، والتاثيرات ديت خدت على فكره جوائز. انا عملت يعني حصر للموضوع ده ولقيت فعلا فنانين كتار من العالم بيستعملوا التاثيرات ديت، وفعلا لما جربتها انا بنفسي لقيت الصوت دقيق جدا وممتاز، يمكن حتى افضل من وحدات الارض. واعتقد ان الشركات الكبرى دلوقتي اللي بتنتج الوحدات الارضية بتاعت البدلات دي لازم تعمل مجهود مضاعف عشان يقدروا فعلا يغلبوا الشركة اللي قدمت التأثيرات دي وعملتها سهلة جدا، وبحيث ان كمان الاسعار بتاعتها انت هتدفع حوالي تلت السعر اللي بتدفعه للشركات التانية عشان تاخد وحدة في الارض. فهم بيعملوا الوحدة بتاعتي اللي هنا الموجودة ديت معمولة على 3 باكيج. باكيج الستاندرد هتلاقي فيها 30 امبليفاير و43 وحدة افكتس و70 من الفاكتوري سيتنجز اللي هو جايين جاهزين يعني، هم مربطين لك مالتي افكتس هنشوف اجزاء منهم دلوقتي. في الباكيج اللي اعلى منها شوية البروفيشنال، وعندك بعد كده الاليت. السعر الاساسي كان $99 للباكيج الرئيسية و199 للتانية و269 الالتيميت اللي هي الاليت ديت. فبس هم عاملين تخفيض 50% لان ده العيد ميلاد بتاعهم حاجه كده يعني، بقى لهم فتره شغالين فعملوا عيد ميلاد ديسكاونت يعني. هنشوف دلوقتي التاثيرات ديت. على فكره انت ممكن تحمل ديمو فيرجن انت يعني عشان تجرب الاصوات. انا قبل ما اشتريها حملت الديمو فيرجن الاول وسمعت الاصوات ولقيت فعلا انها في نظري انها تستاهل. طبعا ده للناس اللي هتسجل في الاستوديوهات او في البيوت، انما لو انت عايز تتحرك بقى وتفكر انك انت تاخدها معاك في الحفلات وكده لازم تفكر في كل الموضوع هيمشي ازاي. هتاخد معاك تابلت ولا كمبيوتر معاك في الحفله وهتشغله ازاي، ولازم وحده ارضيه يبقى فيها بلوتوث. الوحده الارضيه بتاعت البلوتوث ديت انت ممكن تدوس عليها فتتحكم في التليفون بتاعك او التابلت بتاعتك او اللابتوب بتاعك، لانك انت وانت واقف على المسرح هتحتاج على الارض حاجه تقدر تتحكم فيها في الاصوات اللي هتنتجها. طيب هنشغل الوحده ديت ونشوف عندي التاثيرات دي شغاله ازاي. الوحده بسيطه جدا، انك انت بتختار السماعه بتاعتك وبتختار المايك كمان اللي عليها زي اي وحده تانية. وفي انواع كتيره من السماعات، لو انت عايز تغير السماعه ممكن تدور على
انواع سماعات مختلفه كتير، تشوف السماعات اللي انت عاوزها. لو انت عاوز تغير الامبليفاير ممكن تشوف الامبليفاير اللي انت عاوزه. انا اخترت حاجه اكوستيك لان انا هستعمل الجيتار الاكوستيك الاول وبعدين نشوف هيعمل ايه. الوحده دي بيجي معاها لوبر، يعني لو انت معاك عايز تعزف فكره موسيقيه سريعه لوبر بسيط كده تقدر تعمل فيه الـ 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 الافكار بتاعتك بحيث ان تنقلها بعد كده، ممكن حتى تعملها اكسبورت وتاخدها كاوديو فايل على طول تنقله على البرنامج بتاعك بتاع التسجيل. التأثيرات الصوتية شايفين الورفوف ديت بتاعتها، كل رف عليه الكمبرسرز مثلا عندك 20 مليون نوع، عندك في البيتش او الفلترز مثلا بتاعت الاكتافر والواو والحاجات دي تلاقي كتير منها، عندك في البوست لو عندك البوست ده بيعمل زي ما تقول دفعة لصوت الجيتار يبقى اقوى، الدرايف اللي هي الحاجات اللي بتطرع ديستورشن والديستورشن اللي هو الصوت التقليدي بتاعه الفوزي دوت، الايكولايزر، هتلاقي كل رف من دول عليه كذا نوع من التأثيرات. طبعا بتختلف على حسب الباكج اللي انت اشتريتها وبتاخد بالظبط. لو انت عايز اي حاجة هنا هوت مثلا، لو انا هتفكر ان انا هضيف حاجة في الموديوليشن اللي هي مثلا كورس، انا عايز كورس مثلا فاختار كورس واروح حطه مثلا هنا، بحطه في اي مكان انت عاوزه قبل ولا بعد. انا بحطه دايما الكورس قبل الديلي والريفيرب، فانا ممكن اسمع. طبعا ممكن تتحكم في البدال كأنك شايفه بالظبط على الأرض، الحاجات بتاعته الزراير بتاعته كأنك شايفه كده، وممكن تطفيه وتفتحه. يعني لو طفيته هنا هيطفي اللمبة بتاعته كده، مش شغال معايا في اللوب بتاعتي، فأنا هسمع اللوب من غير. يعني شوف حتى كمان جميل قوي كده. طب نستعمل اللوبر ونسجل حاجة كده. فده نموذج لللوبر مثلا. انا ممكن استعمل اللوبر كمان مع التأثيرات ديت، يعني حتى التأثيرات انا هوريكم تأثيرات اكستريم موجودة معاهم في التأثيرات بتاعتهم. مثلا نخش على الديلي مثلا، عندهم ديلي عجبني بصراحة، ان جهاز انا ما شفتش زيه قبل كده في عالم الجيتارات. يعني بيعمل حاجة زي نوع من التأخير او الديلي عامل زي البينج بونج كده يعني. فمثلا حاجة كده مثلا نسمع التأثير دوت، مثلا تأثير زي دوت مثلا، وطبعا ببساطة جدا ممكن ألغي التأثير دوت وارجع الديلي التاني بتاعي الأساسي. فطبعا أنا ممكن أستعمل الجيتار الكلاسيك زي ما أنا بستعمله ده دلوقتي، وممكن أستعمل الجيتار الإلكتريك تاني. فأنا هوصل الجيتار الإلكتريك دلوقتي ونشوف التأثيرات بتاعة الجيتار الإلكتريك. الجيتار الإلكتريك
روك مثلا، كاتبين انها ظبطت سلاش جيتارست المعروف. صوت حلوة كمان، وممكن مع البوس لو انا هعمل سولو هيعلى. ممكن اضيف كورس كمان، نوع من الفلانجر كورس. شوف كمان الدايرة بتاعتي بتاعت التأثيرات، انا موصل اكتر من تأثير. وموصل باكتر من سماعة، ممكن اوصل سماعتين في نفس الوقت، وممكن اوصل امبين كمان في نفس الوقت. يعني مطلع السيجنال بتاعي عن طريق سبليتر، عاملها ستيريو من هنا ومن هنا. حاجة يعني جميلة جدا ان الصوت اللي بيطلع فعلا قريب جدا من الصوت اللي بيطلع لي في المنتج النهائي بتاع العازفين المشهورين. ده مثلا الديستورشن. عالي. ممكن اختار زبطة تانية. طبعا انا قدامي حاجات كتيرة جدا في التصميمات اللي هم عاملينها جاهزة منها، حتى كمان بيسموها انسين، يعني حاجات مجنونة يعني. انت كمان ممكن تحفظ الحاجة اللي انت عاوزها في الفيفوريتس بتاعتك، او انت ممكن تدور على بنك خاص بيك انت، تبني انت التأثيرات الخاصة اللي انت اعملها بنفسك. مثلا فنسمع مثلا حاجة انجري ستار. ستار ده اللي هو الآلة الهندي، صوته زي الآلات الهندي فعلا. احنا شايفين التأثير معمول ازاي. طبعا معمول ان هو عامل بيتش شيفتر، حاطط اوكتافر عليه، ان عامل اوكتاف عالي واوكتاف واطي، وبعدين عامل سبليتنج، عامل 2 امب، واحد شغال هنا واحد شغال هنا، كل واحد عنده السماعة بتاعته، في واحد عامل عليه كورس فبيطلع علينا الصوت دوت. بصراحة انا ما اعتقدش انك انت هتحتاج صوت مش هتلاقيه في المجموعة اللي موجودة هنا الموجودة ديت اساسا، عشان تبقى تعمل انت كمان الانواع الاصوات اللي انت مثلا عايز تخترعها يعني. فالاصوات اللي هنا بس تعمل اي خيال انت عاوزه. كمان في ميزة كمان ليهم من حاجة اسمها جيتار ماتش. جيتار ماتش دوت انك انت لو عندك جيتار ستراتوكاستر مثلا، ممكن تجرب التيليكاستر، ممكن تجرب الجاكوار
فممكن تجرب الاس جي الجيبسون، فعلى حسب الجيتار اللي انت عاوزه ممكن تجرب صوته بيقلدوا لك يعني حاجه زي سيميوليشن صوت المايكات مثلا بتاعته او البيك ابس. ثلاثة همبكرز، همبكر واثنين سينجل كويل، همبكر سينجل همبكر، يعني شوف الأنواع بتاعت الجيتارات. أنت ممكن تستعمل فعلا الأنواع اللي أنت عاوزها في الجيتارات اللي أنت بتستخدمها وتنتج الجيتار صوت الجيتار اللي أنت عاوزه. لو عايز الجاكيور موستانج اصوات عمر خورشيد مثلا بانواع الجيتارات المختلفه الليس بول التقليدي. فاللي انت بتختاره الجيتار اللي انت بتختاره بيعمل لك تقليد لصوت البيك ابز او الكويلز اللي موجود عليه، والى حد كبير بيشبه فعلا البيك ابز اللي بتاعت الجيتارات الحقيقيه. فاعتقد ان الاختراع دوت ثوري، يعني اللي انا شايفه ان انك انت تختار ما بين مثلا انواع الامبات اللي موجودة دي كلها، وتختار ما بين انواع السماعات اللي موجودة دي كلها. كمان متعاقدين مع شركة سيليستون بتاعت السماعات المشهورة جدا ان هم قلدوا صوت السماعات بتاعتهم بتصريح منهم. فحاجة يعني انا مش شايف ان اي جيتارست هيبقى محتاج اكتر من الترسانة ديت. يعني حتى كمان ما نسيوش كمان الجيتار البيز، يعني وانت معاك جيتار بيز تقدر توصله يوصلك بالامبات بتاعت البيز الخاصة بيه يعني. وممكن الاكوستيك كمان، ممكن لو عندك الجيتارات الاكوستيك بتاعتك تستعملها. فانت ممكن تستعمل اي نوع من الجيتارات بالمنظر دوت في الزبطة بتاعتك. وطبعا لكل امب الزبطات التقليدية بتاعت الامب نفسه تتيح لك تشتغل بيه اللي انت عاوزه. انا مش شايف الجيتاريست ممكن يحتاج اكتر من كده، فاضل بس اللوجيستيكس بتاعت الكلام ده او ازاي انقل ده على المسرح. يعني هل اخد معايا كمبيوتر؟ طب ولو خدت معايا كمبيوتر محتاج وحدة البدلات في الارض تعكس الكلام ده كله، ومحتاج كمان ان ما يبقاش بقى في مشاكل في الكمبيوتر او حاجة تبقى انت متظبط، فلازم يبقى نظام ثابت وستاتيك، لانك انت معناه مش هتشتغل لو انت وقفت على المسرح وما لقيتش ده شغال. فده ممكن يكون نظام اساسي، وفي نظام احتياطي كمان ممكن تشغله على البدلات بتاعتك على التابلت او على التليفون، وده اوبشن كويس. يعني انت ممكن تعمل حاجات لا نهائية بالسيستم الموجود دوت. وبصراحة انا شفت دوت افضل سيستم موجود. فاضل حاجة واحدة بسيطة، ان هم عندهم كمان كلاود. الكلاود ديت فيها البيدل بوردز اللي الناس استخدمتها وناس اخترعتها، فانت لو عايز اي حاجة هتلاقيها. ممكن تلاقي التركيبة بتاعت فنان معين، او حتى لو انت واحد من الهواة عملت حاجة كويسة ولقيت الصوت بتاعها عجبك وكده، فتروح حاططها للناس التانية على الكلاود بحيث الناس دي تستعملها وتبقى انت انتجت حاجة الناس كلها تستمتع بيها وكده. فاعتقد ان ده بيفتح برضو مجال لخيال الناس ويخلي الناس تجرب وتعمل تجربة لأصوات جديدة وأجهزة جديدة وبتاع، ويفتح خيال الناس اللي عايزة تعزف مزيكا. ده كان استعراض لشركة بوزيتيف جريد الانتاج بتاعها بايس افكتس 2. وفي حاجات بقى تانية خاصة بالامبات وخاصة بالاصوات المتميزة لانواع معينة من الامبات طبعا
انا ما لسه ما درستهاش يعني، ولكن اللي انا شايفه من وحدات التأثيرات اللي انا شايفها دي كلها بصراحة حاجة ممتازة جدا، ان الجيتارست يبقى تحت ايده الترسانة دي كلها، حتى لو كان هيسجل بيها بس في الاستوديو او في البيت يعني يكفي ان هذا، وطبعا يبقى افضل لو قدر ياخد الحاجات دي كلها معاه على المسرح، فهيبقى انتاج عظيم جدا من الشغل. نتمنى ان احنا نشوف في المستقبل حاجات. في بقى حاجة كمان، ان شركة بايس افكتس انتجت حاجة جديدة اتعرضت في معرض نام بتاع امريكا بتاع الالات الموسيقية، ولسه ما نزلش الاسواق. امبليفار اسمه سبارك. الامبليفار ده صغير وعبارة عن توين سبيكرز، يعني سماعات دبل، هتلاقي سماعتين فيه، ودوت بيتوصل على طول بالموبايل بتاعك، بحيث انك انت تقدر تعزف على طول التونات اللي موجودة عندك في الموبايل، تسجلها على طول على الامب ده. هم عاملينه للتدريب، يعني متصورين الناس هتستعمل الموضوع ده انها كبراكتس امب، يعني يتمرنوا عليه في البيت مثلا، واخد بالك. انا شايف ان ده كمان ممكن يبقى اداة تسجيل كويسة جدا، وفي المستقبل اعتقد ان هم ممكن ينتجوا الموضوع ده على صورة محترفة شوية، بحيث انك انت يبقى عندك امب مثلا مساحته كبيرة شوية، وامكانياته بتاعة الوات غير مساحة السماعة، يكون الوات كمان اعلى شوية، فتقدر تستخدمه على المسرح، ويكون في وحدة البيدل اللي تقدر تتحكم فيها، وعندك الموبايل او تابلت تقدر تتحكم فيها، او طبعا الموبايل الكمبيوتر اللابتوب بتاعك. في كمان ميزة في النازل مع الباكج ديت، حاجات مثلا يحلل الاغاني ويطلع لك كورداتها. طبعا لسه الحاجات دي كلها في الاول ما بقتش محترفة قوي انها تطلع كل حاجة بدقة، ولكن هي مساعدة للناس اللي بتبدأ تتعلم حاجات، وممكن تلاقي نوع من الترفيه في الموضوع ده، ان هو يطلع اغاني اللي هو عايزها ديت. هو امب عادي جدا كأي امبليفاير، ولكن تقدر تستعمل على الموبايل الحاجة اللي جاية مع الامب دوت، اللي هي الافكتات وانواع الهيد وانواع السماعات اللي موجودة ونازلة مع الامب، بالاضافة الى 10,000 انواع من الافكتات والتونز اللي تقدر تستعملها. فيعني كمية خرافية جدا، تقدر تخليك تنتج الصوت اللي انت عاوزه او اللي انت تتمناه. هو دلوقتي معمول بري اوردر، يعني انك انت الناس اللي تشتري اول دفعة تنزل، يعني ولسه ما نزلش خالص في السوق. فاعتقد ان ده في الاول هيبقى موضوع عزيز شوية، انما بعد كده كل الناس هتلاقي الموضوع ده انتشر، وهيبقى فيه كمان اسعار من المنتجات ارخص بكتير، واعتقد هيبقى ارخص بكتير جدا انك انت تستعمل النظام دوت، غير انك انت تشتري وحدة فلور يونت زي هيليكس مثلا. تمن هيليكس $1,200 تقريبا. انت لو عملت الامبل ده نازل ب $200، ولو مثلا طلعوا انتجوا حاجة اكبر شوية $350 $400 مثلا، هيبقى طبعا حوالي ربع تمن او تلت تمن الهيليكس اللي منزلها شركة لاين 6. فدلوقتي بقيت الشركات لازم تشوف الناس ديت بتعمل ايه، ولازم هتشوف تحريك للاسعار في كل المجالات خلال الفترة اللي جاية دي. ونتمنى هو ده المستهلك بيطلبه، ان فعلا ان يحصل منافسة حقيقية فعلا بين الشركات، بحيث تبقى ده في صالح المستهلك في النهاية. واشوفكم الحلقة الجاية.